demi bintang, yaitu bintang surya ketika terbenam, sewaktu terbenam, kawanmu tidak tersesat. Artinya, Nabi Muhammad SAW tidak sesat dari jalan petunjuk, tidak pula keliru, dan tidak pula salah. Yang dimaksud adalah ia tidak bodoh tentang akidah yang rusak. Dan tiadalah apa yang diucapkannya itu, apa yang disampaikannya kepada kalian, bukan menurut kemauan hawa nafsunya atau menurut kehendaknya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Tiada lain, ucapan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai kekuatan dan keperkasaan, atau yang mempunyai pandangan yang baik. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka menetaplah ia, maksudnya menampakkan diri dengan rupa aslinya. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Tiada sesuatu pun yang terjadi pada keduanya melainkan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.